بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المعتقل السياسي حسين جعفر محمد الساري في سجن جو البحرين. أنا أحد المعتقلين السياسيين المحرومين من العلاج منذ ما يقارب 3 سنوات. فأنا أعاني من آلام في قدمي فلا أستطيع النوم. قد خاطبت الكثير من الصفاء وشرحت لهم وضعي الصحي السيء ومعاناتي، وكذلك رفعت شكوى لقسم التظلمات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء جدي. وطلبت من إدارة السجن عرضي على دكتور مختص لكي أحصل على العلاج المناسب أو السماح لي بإدخال أدوية، ولكن ما من مجيب. وآخر لقاء لي مع أحد الضباط في تاريخ 26/7/2020، وقد شرحت له مشكلتي بالكامل، وكان جوابه لي أنه لا يقدر أن يفعل لي شيء سوى أخذي إلى العيادة. وأخبرته بأني قد ذهبت للعيادة عدة مرات ولكن لم يتم عرضي على أخصائي، بل دائما يوعدني الدكتور بتوفير أدوية ولكن لم يصدق معي. وهذا ما زاد معاناتي والإهمال، هو ما دفعني أرفع شكواي عبر تسجيل مكالمة للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان عامة وحقوق السجناء خاصة. وكذلك قمت بأخذ خطوة احتجاجية لإيصال صوتي هو امتناعي عن الاتصال منذ تاريخ 10/7/2020، وما زلت ممتنع عن الاتصال، وهذا الاتصال فقط لأوصل صوتي. وإذا لم تستجيب إذا تستجن طلبي فأنا مقدم على الإضرار عن الطعام، ووضعي الصحي لا يسمح بذلك، وأنا أحمل إدارة السجن المسؤولية الكاملة لأي مكروه يحدث لي. أنا المعتقل حسين جعفر محمد الساري، سجن جو البحرين، مبنى 13/2/2/7/2020.